الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد ومشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة، ودائما دعواتنا أن يعمل الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين إن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة بعد الفاصل. بداية التذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام، الرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي حب يتواصل من خلال هذا الرقم رسالة مختصرة وبها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم رسالة حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر اللي حب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، ولا ننسى البث المباشر على صفحة الشرقية على الفيسبوك، واللي عنده تعليق موضوع مناشدة أيضا يا ريت يتركها ضمن التعليقات يتم قراءتها وقت بث الحلقة أو إرسالها لمراسلينا لمتابعتها. يعني من يوم البارحة لحد هذه اللحظة كثير من مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تنشر خبر عن استقطاع 20% من رواتب الموظفين على السنة القادمة، واللي هو حسب ما قرر البرلمان العراقي الخاص بموازنة عام 2018، وبالتالي أنه هذه الإشاعات بدأت تنتشر ومخاوف كثيرة صارت عند الموظفين لأنهم أصلا ما مستلمين رواتب صار فترة، وتقشف كبير حصل بالرواتب وتغيير بسلم الرواتب وغيرها من الأمور اللي بدأ الموظف يعاني من عندها، إضافة إلى استقطاعات 3% لجهة معينة و3% أيضا لجهة معينة أخرى. وهذه الاستقطاعات اللي بين فترة وفترة تصير، ولحد هذه اللحظة الحكومة العراقية ما قدرت تعالجها، لكن اليوم بعد ما انتشر الخبر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت الناس الدولة الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفى وقال أنه لا يوجد أي استقطاع لرواتب الموظفين على الموازنة القادمة، يعني سنة 2018 ما بها أي استقطاع للموظفين حسب ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، او هذه الاخبار والاشاعات الكاذبه. يعني نتمنى انه لا نصدق كل ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي الا من مصادر رسميه وصفحات رسميه موثقه تابعه للجهات المعنيه. واليوم الامانه العامه لمجلس الوزراء نفى عن استقطاع 20% من رواتب الموظفين لعام 2018، فالموظفين ارتاحوا واطمئنوا لانه ماكو استقطاع. بس اما الاستقطاعات القديمه اللي كانت هي 3% لحج الشعب و3% للمهجرين، ما اعرف اذا كانت مستمره او لا، واما انه اذا كانت قرارات راح تكون جديده ومستجده في وقتها من مجلس النواب العراقي بما يخص سلم الرواتب او الموازنه العام لعام 2018، فهذه في وقتها اكيد راح نحكي فيه ونتحدث فيه بكل تفاصيله. لكن هالمره ارتاحوا لانه اجى الخبر اليقين بالنفي من الامانه العامه لمجلس الوزراء. رغم انه احنا بالعراق يعني كل شيء قد يكون يتغير بين ليله وضحاها، هي الخبر اخذ من احد النواب الذي صرح بالموضوع، وبالتالي بدات مواقع التواصل الاجتماعي هي تاخذها من واحد الواحد، وصار بها يعني حتى تفاصيل كثيره على اساس انه كل الموظفين مشمولين، حتى من هم في رئاسه الوزراء مجلس النواب ورئاسه الجمهوريه والكل سيشمل بالاستقطاع. لكن مجلس الوزراء نفى القضيه، وبالتالي احنا هسه مع نفي مجلس الوزراء، ونتمنى انه يكون فعلا يكون هذه حقيقه انه ماكو مثل هكذا اخبار، وما قام به احد النواب هي مجرد اشاعه ما اعرف شنو قصده من عندها. على العموم احنا نبقى ايضا متابعين مثل هكذا اخبار حساسه للغايه، لان الناس تقول احنا نريد نقول يا الله راح تبدي سنه جديده، ما بقى لنا غير هالشهرين، عسى ولعل يكون هناك ما تم استقطاعه يرجعونا انه او هناك زياده في الرواتب، وهذا ما احنا نحلم به ونتامل به. طيب نروح لخبر اخر يخص طلبه السادس ابتدائي. يوم امس كان هناك قرار يعني هو ناس اخذته بين سلب وايجاب، انه طلبه السادس الابتدائي ما يدخلون بمعدل، قبل يمتحنون امتحان اخر السنه من 100 ايش قد ما ياخذ ينجح عبر المرحله، طلع اكمال لازم يعيد رسب رسب. هسه حاليا يدخل طلاب السادس الابتدائي بمعدل 50% ويصير مناصفه مع الامتحان امتحان اخر السنه اللي هو راح يصير من 50. ناس ايدت القضيه وقالت اي من الممكن انه قد يكون الطالب بالامتحان اخر السنه وبكالوريا اول سنه يواجه الامتحان الوزاري قد يعني ما يستوعب الأسئلة وطريقة الامتحان، وبالتالي 50% تفيده. لكن
هناك من يعني رفض القضية وقال هي راح تعرقل الطلبة أو راح تعتمد فقط على السعي، وبالتالي راح يدخلون يعني مطمئنين. فهناك الكثير من الناس بين سلب وإيجاب في الموضوع. هي القضية مو بس إنه سلب وإيجاب، لأنهم ما أعرف هم وزارة التربية بالبداية ذي يقولون إنه إحنا نريد نساعد أو نحاول إنه نرتقي بمستوى التعليم، وخاصة بمرحلة السادس ابتدائي بداية من العام الحالي 2017-2018. بس أعتقد إنه ما راح تنجح هذه البادرة أو هذه الخطوة الإيجابية اللي تحسبها وزارة التربية أنه هي إيجابية، لكن الكثير راح يحسبها سلبية. ليش؟ لأنه إحنا في بلد تكثر به الرشوة المحسوبية والمنسوبية، عندنا بكثرة الواسطات بكثرة، إذا أبوه مسؤول أو مو بالمسؤول أو جاء أحد من الأحزاب الدينية أو غيرها راح يأثر على المدير، وبالتالي راح تكون درجاته بالسعي جيدة جدا، يعني من راح يدخل الامتحان أخير السنة إيش راح يكتب هو راح ينجح، وهذا أيضا راح يأثر سلبا على العملية الدراسية والعملية التربوية برمتها، يعني راح يروح للأول المتوسط وهو ما يمكن ما فاهم كثير من الدروس. يعني نتمنى إنه فعلا وزارة التربية تقرأ بجد هذا القرار، ويعني تحاول انه تفصل لكل الجهات المعنيه حتى على الاقل نضمن سلامه المسيره التربويه بالسنين القادمه، لانه احنا ما دام انه عندنا رشوه، ما دام عندنا محسوبيه منسوبيه، ما دام عندنا واسطات، وما دام عندنا فلان ياثر على المديره وفلانه تاثر على المعلمه الفلانيه بالماده الفلانيه، فهذا ما راح نخلص من عده. احنا اليوم نريد عمليه تربويه صادقه، منهج تربوي ايجابي، يعني انه ينمي من قدرات ومواهب كل الطلبه اللي هم راح يعبرون او ينتقلون من مرحله السادس ابتدائي الى الاول المتوسط، وهذه انتقاله كبيره جدا بمسيرته التعليميه. فنتمنى انه يكون اكو اكثر حرص على المستوى التدريسي والمناهج التدريسيه في كل المدارس العراقيه، وبدايه من الام اللي هي صاحبه القرار وزاره التربيه. هذا القرار يا ريت انه يكون اكو به فد يعني مناقشه اخرى وتوضيح اخر، الحرص اكثر لجان مراقبه على المدارس حتى انه ما تنطي درجات بالسعي بكيفها، ولا انه راح يخلون انه الناس تاثر عليهم من خلال الواسطه والمحسوبيه والمنسوبيه، وهذا اللي نتمناه بالايام القادمه. نروح لموضوع اخر، راح نروح الى بغداد، وبغداد في وقتها يمكن قبل شهر انه طرقنا خبر عن اغلاق طريق محمد القاسم من النهضه الى باب المعظم او من باب الشرجي الى باب المعظم، وفي وقتها قلنا الى اشعار اخر، لكن هذا الاشعار الاخر اعتقد طول، واليوم محمد القاسم ينتظر انه البدء باعمال الصيانه، لكن للاسف لحد هذه اللحظه ماكو اي شركه ولا اي جهه معنيه زارت محمد القاسم، وبدات الناس تعاني بشكل كبير جدا بسبب الازدحامات وايضا بسبب غلق محمد القاسم اللي ماكو جهه مسؤوليه لحد هذه اللحظه قدرت انه تبدي باعمال الصيانه. بتفاصيل اكثر نتابع. القطع اللي صار في طريق محمد القاسم ما أثر على المسؤول، لا، أثر على قوت المواطن الفقير. ليش؟ لأنه طريق محمد القاسم طريق حيوي ويربط مناطق كثيرة في بغداد. السؤال اللي يراود كل الناس في بغداد أنه شنو السبب القطع صار ما يقارب شهر، وإلى اليوم الشركة المرجية ما وصلت إلى هذا الطريق ولا حطت به بري واحد. هذا السؤال يجب على الجهات المعنية أن تجاوب عليه، لأنه يدور ببال كل الناس، فالناس ده تنتقد والمسؤولين في صمت تام. يعني شنو تقولون؟ احنا نتمنى هذا الجسر يبقى مسدود 4 سنين. ليش؟ احنا رزقنا على هذا الجسر، نسدوه. اي نسدوه، يبغى رزقنا على هذا الجسر. زين هم اشتغلوا بيه لو لا؟ لا حدس والله ما مشتغلين. ليش؟ شركات بعد ما متعاقده ويا شركات. يعني ليش سدوه؟ سدوه جوينات طاقات طشات يخافون عليه ينكسر الجسر يوقع. زين انتوا هسه وين تقبطون؟ وين تروحون؟ نروح من جامع النداء نقبط نهضه باب الشرجي. تكمل قبل الباب الشرجي توصل؟ باب الشرجي نوصل. ايش قد النفر؟ نفر 1000. نفر 1000؟ اي. وهسه انتم صارت عيشتكم على هذا القطع؟ عيشتنا على هذا القطع.
اي بعد ما تتمنون ينفتح؟ ما اتمنى ينفتح والله. لا نتمنى. اي والله. يعني اكو مواطنين. انت تشتغل؟ انا بالتيك توك. بالتيك توك؟ اي. هاي منين جت التسميه مال التيك توك؟ هاي من الهند. من الهند؟ اي. زين هاي ذبيش التيك توك؟ باربع ملايين. باربع ملايين. اي. ايش قد صار عندك تيك توك؟ ايش قد صار لك؟ صار لي 8 أشهر. 8 أشهر. ومن انقطع الجسر؟ اجينا هنا. اجيت هنا، وين كنتوا تشتغلون قبل؟ بالعبيدي. بالعبيدي، عبيدي ومدينه. اي مدينه الصدر، بلديات، هاي المناطق. هاي المناطق. لكن هسه صار الشغل هنا احسن. احسن والله، بس احنا نتمنى الجسر ينفتح للعالم والله. لا ذيك الساعه، ذيك الساعه كنتوا تقولون لا ما نتمنى. لا نتمنى احنا، خطيه العالم تبهذلت. والله عواد تبهذلت. صدقوا؟ اي. والشارع والله يعني العالم تبهذلت، يعني قامت تفرونها فره قويه. نعم. يعني قاعد الماليه هاي ما توفر، ما توفر للعمل. هاي الماليه؟ اي هاي وزاره الماليه. ايه؟ قاعد يعني ما يشتغلون بهذا الجزء. يعني الناس، الناس هنا يجون ايش وقت اكثر شيء يجون؟ الصبح ويا الدوام؟ الصبح ويا الدوام. وين حله ما الدوام؟ وين حله؟ والساعه بالثنتين حلتهم. ويرجعون وياكم؟ اي يرجعون ويانا. احسن من ما يروحون على الزعامات. منا مختصر. منا اختصار. اختصار احسن من ما يطلعون على الزعامات. ها زين هسه انتم تشتغلون على الجسر، شفتوا مثلا مهندس اجى؟ شفتوا احد؟ على اسبوعين ما حد ما ديد علي. لا اجى مهندس. لا وين سوى كمل وهاي وبعدين راح، بعدين راح كبس قام باوع هيك وراح، بس باوع وباوع هيك، والعالم تبذلت هنا. انا اخذ خيره؟ لا يمكن اخذ خيره شيء اكيد، بس تبذلت عالم، هواي تبذلت عالم هنا. يعني خطيه يمشي مشي ما يطالف، خطيه تمشي مشي، هاي مسافه خطيه ويتاخر على الدوام. يعني شنو على مود تيك تيك يصعد؟ يعني لو على مود السارع سدوه ليش؟ احنا نريد احد يودينا نشوف الطريق احنا بعيون، نريد المشاهد يشوف من راح يودينا. يلا خل نصعد، نصعد وياك. هذا قطع الجسر لمده صار له تقريبا شهر الى اليوم، والحد الان الشركه ما وصلت وما شفنا ولا واحد من الشركه. انت كمواطن عراق شنو اللي اثر عليك هذا القطع؟ والله انا بالنسبه لي اثر علي على عملي، انا قاعد اجي من مكان بعيد قاعد اصعد هنا. يعني هاي هسه يعني هاي وضعيه المواطن يصعد بستوته على مود يوصل للوزاره الماليه، وانا عندي عمل وهاي يعني اجراءات هاي مو يعني مو بوقتها. يعني والمفروض ها يعني اجراءات قصدك غير مدروسه؟ اي غير مدروسه او ما مخططين لها. لا يعني قبل فتره وينبهون العالم يقولون لهم اكو شغله راح تصير قطع او يحولوهم على غير مسارات، يوجدونهم غير طرق. انه يعني هاي احنا وضعيتنا، احنا كلش تعبنا، العالم يعني تعبانه، كلش تعبانه. هذه اثر علينا وعلى عملنا وعلى يعني وقتنا كله واحنا تعبانين. اليوم هذا القطع اللي دنا نشوفه والجسر مقطوع او هذا طريق محمد القاسم مقطوع صار له تقريبا شهر، شنو رايك انت كمواطن عراقي؟ والله رايي هذا مو شيء زين للمواطنين. احنا نريد نطلب من السيد رئيس الوزراء المحترم انه يوعز بالجهات المختصه لتفرع الاسراع بالعمل وتصليحه وشيته. طيب احنا الى اليوم ما شفنا احد اجى يشتغل بالجسر. لا ان شاء الله. يعني ليش انقطع الجسر قبل شهر، لحد الان قبل شهر وبدون عمل؟ طبعا لازم غير اكو جهات مسؤوله هي اللي تنفذ. زين منو المسؤول؟ يعني كلنا نذب على رئيس الوزراء هم يصير. طيب انت وين تروحين يوميا وتجين على هذا الطريق؟ لا انا جايه عندي شغله بمركز تموين الرصافه. يعني شو اقول لك، كلش تاخرت. وراح تصعدين بالتوك توك؟ على التوك توك، هاي اول مره اني اصعد بيها. اول مره اصعد بيها. الله يعينك. اشكرك. ان شاء الله نطلب من رئيس الوزراء ان شاء الله يسرع بهاي العمليه. يعني هذا القطع محمد القاسم شنو اللي مأثر على الناس؟ شلعان قلب. مذينه حيل، ولحد الان ما ذابين برغي تصليحه. صيانه ماكو لحد الان، تقريبا صار من قبل الزياره الاربعينيه لحد هسه هالايام ماكو شيء. بس شلعان قلب دفاع العالم. يعني هسه العالم اللي تجي من ناكل هنا مأذينه فقط لا شيء. والناس دا تصعد تنزل منها من السياره تصعد بالتوك توك. توك توك حتى توصل للنهضه، من باب الشرجي للنهضه. هي شغله ثواني. الحل. الثواني والنفر الف. هناك ايه صحيح. شو تسوي؟
الله هو يعرف ايش يسوي. الهيج نماذج. يعني بعد ما كنا دائما نقول ان بغداد عاصمه الحضاره والثقافه والتاريخ وكل الاشياء الجميله، تحولت عاصمه الازدحامات. يعني ما اعتقد انه اكو تخطيط من قبل الجهه المسؤوله اللي هي امانه بغداد قبل قطع الشوارع او قبل قطع سريع محمد القاسم مع مديريه المرور العامه من اجل وضع خطط بديله لحل ازمه الازدحامات اللي الناس بدات تعاني منها بشكل كبير. يعني قطع 3 مداخل مهمه وربط مهم يعني بين المناطق، سواء كان من النهضه او باب الشرجي، باب الشرجي والنهضه وباب معظم، يعني ثلاثه انه اماكن او تقاطعات مهمه جدا وحيويه مثل ما ذكر قحطان. لكن اليوم من المفترض انه يكون اكو اجتماع يعني مع مديريه المرور العامه لوضع خطط بديله، حتى انه على الاقل نغير مسار السيارات اللي هي كانت تتجه قبل يعني قبل الاغلاق على طريق محمد القاسم. للاسف انه احنا بعدنا لحد هذه اللحظه ما قللنا الازدحامات المروريه بكل شوارع بغداد، سواء كانت مقطوعه او غير مقطوعه، يعني بعدنا بالحواجز الكونكريتيه وبعدنا ايضا بالسيطرات، والمرور من تحت يقول لك والله الموضوع الازدحامات مو يمي يم يم عمليات بغداد، وعمليات بغداد هي المسؤوله عن وضع السيطرات بشوارع ونقاط تفتيشيه، وبالتالي انه هي اللي معرقله وهي اللي مسويه شوارع ازدحامات. فنتمنى اليوم انه اكو ايجاد حلول سريعه لقضيه سريع محمد القاسم وتصليحها باسرع وقت ممكن وفتحها، ومن ثم انه تقليل الازدحامات من بغداد، لانه الناس عندها التزامات وعندها دوام فبدها تعاني بسبب الازدحامات وتتاخر عن وصولها الى دوامها. فنتمنى ايجاد حلول سريعه من الجهات المعنيه، ونقول لكم السلامه للجميع ان شاء الله. يعني يمكن احد المسؤولين قال قبل فتره، قبل يعني يمكن قال يحتاج لبعد سنتين يلا يتم اكماله. طيب ليش غلقنا؟ يعني طالما احنا ما بدينا، احنا واحد يعني لازم عنده خطه عمل انه اليوم اغلقه باكر ابدي اباشر بالصيانه زين. او امانه بغداد هسه تطلع تقول يابا احنا ترى تورطنا، صارت عندنا اشكاليه معينه، فلوس الجهه المعينه والجهه اللي تنفذ او تريد تسوي الصيانه مثلا صار عندها مشكله، صار عندها طارئ، طلعوا احكوا حتى على الاقل الواحد يقتنع واحنا نوقف وياكم. هسه احنا محتارين ما نعرف احنا شلون نجاوب الناس اصحاب المركبات. هي اصلا بغداد تشكو ازدحامات، هي اصلا تشكو يوميا اختناقات مروريه، خاصه هسه دوام مو عطله، هم لو عطله من الممكن انه شويه هاتون. فهذه كلها امور شتاء جاي امطار، اصلا هي الطرق عندنا راح تنغلق لوحدها بسبب الامطار والفيضانات. فالمفروض يكون هناك خطه مدروسه انه واحد يشتغل بالصيف مثلا بالليل، يعني اسوي شارع بديل حتى الناس ما تتورط، كل البلدان يسوون طريق بديل تحويله سموها. اي بالضبط، واشتغل بهذا الطريق الرئيسي، بس ما له تغلقه وتعوفه وتخلي الناس فوق مشاكلها تصير عندها مشاكل. هذا موضوع يحتاج الى وقفه حقيقيه من امانه بغداد وتصريح رسمي وواضح من قبل الامانه وكل المسؤولين، حتى اصحاب المركبات واهالي بغداد والناس تستقر نفسيا وتعرف شنو الوضع. فاصل قصير ونواصل مشوار اهل المدينه. طيب نروح الى فقره عيون. فقره عيون عندنا موضوع مهم للغايه يخص وزاره الصحه. الموضوع ايضا يخص مرضى الربو، اللي هناك امراض اللي هي يحتاجون الى دواء شهري، ضغط وسكر وربو وقلب والكثير من الامراض اللي هم عندهم دفتر صحي يروحون الى العياده الشعبيه الموجوده في منطقتهم ويستلمون الدواء كل شهر. اكو مشكله يعانون من عندها المرضى هي تغيير الدواء. يعني هالشهر الوزاره وزاره الصحه مثلا تروح تجيب من فلان بلده الشهر، فشهرين ثلاثه يتعود المريض يستقر. هي مو سهله ان الواحد يستقر على دواء معين ويتجاوب وياه، ورا شهرين ثلاثه تبدله ويحتار المريض، حتى ساعات يروح للطبيب المختص يقول له طالما ما والمك عوفه روح اشتري. اذا طيب ليش هو عنده دفتر صحي؟ المفروض انه احنا نجيب من ارقى الشركات وافضلها واللي تناسب او الدواء اللي هو يشتغل على كل الحالات، لكن للاسف احنا ما عندنا هذا النظام لان ما يهتم. المهم انه تفيدنا كم فلس. المناشده الوسطيه وصلتنا من الناصريه احد المصابين بالربو يقول بالعياده الشعبيه كان يجينا احنا الدواء ونستلمه وما بيه فد شيء، صار اكثر من شهرين ماكو دواء بالعيادات الشعبيه، لا هو ولا الحبوب الخاصه بامراض القلب ولا اللي تحت اللسان اللي ايضا هم خاصه بامراض القلب ما موجود، مقطوع نهائيا ونضطر نشتري احنا من الصيدليات الاهليه اللي يقول اسعارها غاليه جدا، وللاسف احنا ما موجوده النوعيه الزينه او احنا نضطر نشتري حتى النوعيه اللي هي اقل سعر ونوعيه هي غير جيده ورديئه، في حين كان يجي خاصه الدواء الربو في العيادات الشعبيه زين
احنا زين لنا ومشي حالنا كل شهر. فيتساءل واحنا ايضا نتساءل وزاره الصحه، ليش تم يعني انقطع من العيادات الشعبيه؟ احنا ما جايين نجيب، انتم ما جايين تجيبون، بالعيادات الشعبيه جاي يختفي، مجلس المحافظه إلى دخل، دائره الصحه إلى دخل ولا في الناصريه؟ كل هذه هي يعني تحت الاستفهام، لان انتم جاي تاخذون من الناس فلوس، حتى من العيادات الشعبيه جاي تاخذون من الناس باص، يعني المفروض انه تروحون يعني اللي ياخذ فلوس يروح يشتري مكانها الدواء. الناس قديش تروح كل شهر للعياده الشعبيه؟ اذا هاي لازم يغلق وخلاص، تقولون يابا انتم روحوا اعتمدوا على نفسكم. فهذه الاسئله تطرح من قبل المرضى، وانا متاكده مو بس بالناصريه، لكن هي الشكوى الاولى وصلتنا من الناصريه ومن مرضى المصابين بالربو. انا متاكده اغلب العيادات الشعبيه حاليا هي مثل ما واحد يقول ماكو، يدخل مثل ما يدخل المريض يطلع، يمكن يعطونا براسيتول عن الحلال والحرام حتى يقولوا له نعطيناك شيء بالعياده الشعبيه. نتمنى انه يكون هناك رد من قبل وزاره الصحه حول الموضوع، واحنا اتصلنا كثيرا اليوم بالناطق الرسمي باسم وزاره الصحه لكن دون رد. طلعوا احكوا يعني ما اعرف، حتى هو ما يعرف شنو الموضوع. هسه من الخابر يقول هسه انت مسافر وطالع بشغل ما اعرف، هاي كلها سفرهم الساعه 7 من يصير وقت البرنامج، اجتماعاتهم كلها تصير الساعه 7. اتمنى يكون هناك رد حتى نفتهم القضيه، او هو مو احنا الناس المرضى اللي مساكين يدفعون دم قلبهم في سبيل انه يحصلون على الدواء الخاص بهم. يمكن بعد ايام حتى البراسيتول ينقطع من المستشفيات، لانه اكيد وزاره الصحه راح تقول لك انه انا ما عندي موازنه لهذا العام، وبالتالي وزاره الماليه ما تقبل تصرف لي اي مخصصات ماليه حتى استورد دواء واجيب ادويه من الشركه او الشركات اللي انا متعاقده وياها. وهذا الموضوع اللي صار لنا من 2014 لحد هذه اللحظه نسمعه، اضافه الى النقص الحاد بالعلاجات، موضوع الابنيه، يعني موضوع لبنية المستشفيات موضوع كارثي. يعني المفروض أنه إحنا اليوم الوزيرة نفسها تسوي ضراب وتسوي تظاهر كبيرة على مجلس العمل لرئاسة الوزراء وأيضا لوزارة المالية، على الأقل حتى أنه الطالب بحقوقها يابا تقوم ترى أنتم سلمتوني أمانة، والأمانة هي وزارة الصحة، وزارة الصحة مسؤولة عن أرواح المواطنين، عليكم أنه اليوم توفروا لي أموال حتى أنه أنا أقدر أشتري بها علاجات وأدوية وكثير من الأجهزة اللي يحتاجها المواطن العراقي عندما يدخل المستشفيات العراقية. هسه أبنية متهالكة هم قلنا ما يخالف، قطط وفيران قلنا ما يخالف، إنه بالمصاعد لحقت تعطل، وإحنا دائما ما نحكي في برنامج المدينة نقول أن المصاعد مهمة جدا خاصة في المستشفيات، لأنه المريض هو مريض، يعني هو داخل المستشفى مريض حتى انه يتلقى العلاج، لكن انه فوق المرض مالته يزيد حمله ويزيد تعبه. اكو صوره راح نشاهدها باحدى المستشفيات بالديوانيه، مستشفى الجمله العصبيه بالديوانيه، والجمله العصبيه انه مو اي مستشفى، يعني الجمله العصبيه لازم تكون من اكثر الاختصاصات حرصا على ارواح المريض والداخل لهذه المستشفى، يعني مريض يصعد وينزل للطابق الثاني بهذه الطريقه، ما اعرف يعني وزاره الصحه تقبلها، دائرة صحة الديوانية تقبلها، مدراء الصحة في كل المحافظات العراقية يقبلوها أنه عندهم مريض يدخل لمستشفى يصعد درج بعربانة ويصعدون للطابق الثاني حتى يجروا له فحوصات وينزلون للطابق الأول؟ هذه كارثة. يا ريت أنه فعلا يعني مثل ما أنه أطلقتوا 100 مليون لصيانة سيارات الأسعاف، يا ريت أنه 100 مليون أخرى للمصاعد حتى أنه نخلص من هذا الموضوع. مستشفى اليرموك ما بها مصاعد، اللي هي بغداد بالعاصمه ومن اهم المستشفيات اللي موجوده في بغداد وبجانب الكاف ايضا ما بها، يعني موضوع المصاعد يا ريت انه باسرع وقت يحل، اضافه الى موضوع المصاعد الادويه والعلاجات اللي الناس بامس الحاجه لها، يعني النوب يعني كنا نطالب بعلاجات مرضى السرطان ونزف الدم الوراثي وثلاسيميا وغيرها، اليوم هسه الحق مرضى القلب والربو وغيرها من الامراض، يعني بعد كم يوم البراسيتول راح ينقطع، ومثل ما تحدثنا قبل قليل اجتماعات المسؤولين كل شوية يجتمعون على شنو؟ ما اعرف، اجتماعات غير لازم انه واحد من يجتمع انه يطلع بنتيجه ايجابيه حتى انه يصحح منها الاخطاء اللي وقع بها او يريد يفتح مشروع معين، احنا لا اجتماعات بس قاعده وسوالف والفلان قال والفلان قال وبعد خلص انه انتهى، ما راح يطبقون اي شيء على ارض الواقع. هذه الصوره يا ريت انه توصل الى الوزيره شخصيا ولأمان العمل لمجلس الوزراء ولجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي حتى يشوفون حال المستشفيات وحال المريض العراقي كيف يهان ويذل عندما يدخل المستشفيات لتلقي العلاج، ونتمنى السلامة لجميع العراقيين حتى ما يروحون ولا يدخلون هذه المستشفيات العراقية ما دام انه اهمال من قبل وزارة الصحة. يعني هسه حاليا على البث المباشر صار تفاعل كبير بخصوص المستشفيات في العراق، يعني ايش قد الناس تعاني؟ هي المستشفيات يعني لانها على تماس مباشر بالناس بحياه الناس، ويمكن ماكو واحد ما رايح للطوارئ، ودائما نحكي نقول اللي يتمرض بالليل دائما يقول عسى ولعل انه اقدر اصبر للصبح وحتى اروح للطبيب المختص، ما اروح بالليل لانه بالليل اغلب المستشفيات
ما بها احد. احنا وصلتنا هسه على البث المباشر، يقول قبل شهرين دخلنا مريض لمستشفى الكرخ حاله طارئه بسبب ارتفاع السكر، يقول ماكو سرنجات الخاصه بالانسولين. دخل المريض الساعه 4 الفجر، فقال لو انتظروا للوجبه الصباحيه يفتحون الصيدليات يصير تسليم، تعرفون يعني الصبح يجون يعطونهم وجبه من السرنجات، يعني المريض اللي يجي بالليل يموت، هو محتاج سرنجه ماكو. طيب احنا يعني هذا واحد من المواضيع. واحد ايضا من البث يقول مستشفى اليرموك ببغداد الطوارئ بها ممرضه واحده، حتى هو قاسم اكثر من مره انه والله والله والله. طيب مصدقينك صدقينك وحده ولا انه ماكو فرق؟ احنا مصدقينك. الفيديوهات اللي عرضناها في البرنامج بالايام الماضيه انه ناس تصور تدخل لردهات انه فارغه وما بها اي ممرض ولا اي طبيب خفر بالمستشفيات. اليوم اتمنى يكون اكو حرص اكثر على ارواح المواطنين خاصه من قبل وزاره الصحه، لانه انت المسؤوله عن الارواح بشكل مباشر، وهذا الموضوع ما اعرف ايش وقت يخلص، والمسجات طيب كثيره يمكن توصل. صار شهرين ماكو علاج مرضى زرع الكلى بدياله، الدكتور يقول ديروا بال او دبروا حالكم من برا. احنا ليش يمكن وزاره الصحه هسه حال ندخل بعيونهم؟ لان جاي تاخذون فلوس من الناس، يعني الناس قبل تدخل مجاني او بسعر رمزي، هسه جاي تاخذون انتم كل مريض يدخل تحلبونه حلب يلا يطلع، انتم مصونه بس الله يطلع. فاحنا لذلك احنا هسه ندخل بعيونكم، والناطق الرسمي يعني احنا اكثر من مره وانا اكررها اكثر من مره حقيقه، واجب وزاره الصحه او واجب كل ناطق رسمي لو بنص الليل نتصل بيك يتصل بيك الاعلام يتجاوب سواء انت او غيرك. اذا ما تقدر على الشغله يا اخي اعطيها لغيرها، يعني ما ترهم. وزاره الصحه اهم وزاره، ما نقدر ناجل، يعني احنا الناطق رسمي وزاره الصحه يقول انطوني موعد ساعات، اذا شلون نعطيك موعد؟ يعني احنا واحد عندنا جاي يموت نقول له يابا انتظر اجل موتك باكر؟ ما ترهم يا اخي ما ترهم. فاحنا وزاره الصحه الموضوع ينطرح اليوم لازم بدقيقتها يصير لجنه وتحقيق وحل، الحل لازم نفس اليوم نفس اللحظه ما يعني ترهم. مداخلة صغيرة قبل ما ننتقل لموضوع آخر، موضوع الفحص الطبي الخاص بالمتقدمين على الكليات، احنا اليوم تعرفون ايش قد اعداد المتقدمين، يعني الطلبة اللي نجحوا من السادس اعدادي للكليات او المرحلة الأولى، بيش الفحص داخل المراكز الصحية 25,000 ياخذون من كل طالب، زين هاي 25,000 تروح للمركز الصحي لإدارة المركز الصحي، لو ترجع للوزارة، إذا ترجع للوزارة غير من المفروض أن الوزارة يكون عندها أموال أنه تشتري بها علاجات أو الأشياء الضرورية والمهمة توفرها المواطن العراقي المريض الداخل هذه المستشفيات، لو أنه هذه الفلوس تروح بالجيب، يا ريت أنه أيضا هم واحد من الوزارة يجاوبنا عن موضوع ال 25,000 الخاصة بالطلاب وين تروح، ويا ريت انه تكون لها اجابة سريعة. ما اقول لكم يعني البث المباشر صار ب ما يعني شكاوى كثيرة، احنا نحاول ان شاء الله تخصص لها يمكن يوم المستشفيات الحكومية اللي، ويا ريت تصورون اللي يدخل يصور طوارئ اي شيء اي تصورونا وارسلوها الى اهل المدينة، لازم نضع حد، القضية هي ان نضع حد لان جاي ياخذون بعدنا فلوس. احنا وين فلوسنا؟ لعد هي انا راح ادخل ادفع فلوس، انا لازم اشوف خدمه، مو هم يقولون يابا احنا كل شيء مجاني، لا احنا نقول انه مستشفياتنا وزاره الصحه مو مجانيه صارت، فبالتالي نريد احنا خدمات 100%. طيب اروح الى موضوع اخر، موضوع احنا طرحناه اكثر من مره في الاسابيع الماضيه، وهوايه ايضا خلال البث المباشر كنا نقرا رسائل توصل لنا من بعض المنتسبين ضمن الخطوط الجويه العراقيه والطيران المدني، ويقولون انه احنا صار لنا اشهر دون راتب، صارت هي سالفة فساد، طلعوا هذا الفاسد وكأنما عاقبوا كل الموظفين. مشكلة وإحنا حكيناها أكثر من مرة إنه وزير النقل يتوعد أي موظف يعرفه يلقفه حكي للإعلام يفصله، وهذه القضية إحنا أعتقد إنه إحنا متحملين لحد الآن كل هذه التغييرات وكل هذه التطورات السلبية وكل هذه المآسي، غيرنا نظام ما كان يخلينا نحكي، هسه لازم نحكي ولازم ينحل القضية. يعني هم 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 شنو الفائدة من أنه أنا أحكي وماكو فائدة؟ لازم نحكي ويوصل الصوت. لذلك اليوم إحنا أيضا هناك مناشدات وصلت كثيرة، وهناك أحد المنتسبين يريد يحكي ويريد يوصل صوته، عسى ولعل أنه مجلس الوزراء، عسى ولعل البرلمان، عسى ولعل أنه إذا فس وزارة النقل تلتفت لمعاناة الموظفين اللي جاي يروحون يوميا للدوام، وهم واجهة بلد أغلبهم يشتغلون مثل المضيفين، لازم يكونون هم يعني على الاقل راتبهم يجي اول باول حتى يمشون حياتهم، هم مو بس هم عندهم عوائل ومحتاجه لهذه الرواتب. ينضم معنا احد المنتسبين حتى هو يحكي مشكلتهم ومناشدتهم ومعاناتهم الطويله لاشهر طويله،
عسى ولعل مثل ما قلنا انه احد الجهات المعنيه تلتفت لهذه المسألة. اهلا بك ونشكر انضمامك الى اهل المدينه، ونشكر ان انت صوت عن يعني عن بقيه زملائك. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. بالبدايه اشكركم اللي طرحكم موضوع العقود التشغيليه بوزاره النقل، وطبعا هنا مشكله العقود هي مشكله كافه الوزارات تقريبا. صح. خاصة انه يعني صندوق النقد الدولي يقول انه ممنوع اي تعيينات الى ان توصل الديون او هيك شيء حتى سنة 2018. طيب. ما عرفنا السلطان بالضبط. طيب. هاي مشكلة وقعوا بها الخريجين، حملة الشهادات، وقع بها الشباب العراقي. هذا الشاب اللي هو هسه حاليا همه شلون يعيش. اكيد. طبعا احنا نشكر اللي خلونا نفكر بهيك شيء، خلونا نحير شلون نعيش، لان ما حد يخلينا تتوفر ان اقل فرصه حتى نشتغل بها بهذا البلد ونتمتع بخيرات بلدنا. نعم. ما اريد اخرج عن الموضوع. بالنسبه لوزاره النقل، شركه الخطوط الجويه العراقيه، شركه الخطوط الجويه العراقيه تحتوي حاليا على تقريبا 1500 عقد تشغيلي. اضافه الى اجور يوميه. نعم. صار لنا 4 أشهر بدون رواتب. طيب. السبب احنا طالبنا برواتبنا، ليش انه احنا ما عندنا رواتب؟ السبب انه انتم المفروض مبطلينكم من الشهر الثاني. والمفروض هسه احنا نطلبكم. هذا السبب. طيب. زين، بعد قولوا لنا شنو اللي يمنع انه هسه احنا شنو ذنبنا؟ هذا شيء مراجع لنا. قولوا لنا لا. انتم زيادة؟ مشكلتكم انتم زيادة؟ قاعدين انتم هسه ترحون قاعدين مرتاحين لو جاي تشتغلون؟ لا طبعا بدنا نشتغل. طيب. اغلب الشغل اللي بخطوط الجويه العراقيه هو من تجميد ترى العقود التشغيليه. طيب اذا بطلوكم من شهر الثاني او المفروض تبطلون وترجعون عمي هسه هم يطلبوكم، من راح يقوم بالعمل؟ ما حد يقوم بالعمل. طيب. لان مشكله الخطوط الجويه العراقيه هي موظفين كبار بالعمر، احنا يعني كل لهم كل الاحترام والتقدير، هم اساتذتنا واللي علمونا. بس طبعا يعني عادي تشوفين خطوط الجويه العراقيه كلهم اخوه واخوات، يعني هيك من الدرجه الاولى اقاربهم، يعني هم موظفين، وحتى اللي يجيبوهم يجيبون اقاربهم. يعني خلينا نقول صار حكر. عمك خالك. ممكن التوظيف بها صاير، خلينا شلون نقول، بالوراثه الخطوط الجويه العراقيه. بس ما طبعا احنا وقعنا ضحيه هاي المشاكل اللي صارت، يعني بين الاداره السابقه وبين الاداره الحاليه. احنا كنا بصراحه يعني احنا ويا الاداره السابقه احنا ما كانت عندنا مشكله انه نستلم رواتبنا طبيعي، و حتى نتذكر ان وقتها المدير العام قال انا محتاجكم. ومدراء الاقسام محتاجين لحد الان. الو؟ طيب. اسمعيني ست؟ نعم، يعني تتوقع انه هي قضيه هي بيد الوزاره لو هناك من يتدخل بهذا الموضوع؟ الوزاره حاليا يقولون الموضوع عند رئاسه الوزراء. هي تعطيكم الفلوس لو هي تحل المشكله، لو يعني شنو رئاسه الوزراء؟ ما بالنسبه للفلوس يقولون انتم حاليا ما عندكم رواتب. زين. احنا هذا الشيء طبعا ما عانينا به قبل. قلنا انتم حاليا ما عندكم رواتب لان انتم اصلا مو موظفين. زين شلون احنا مو موظفين؟ احنا حصلنا موافقات امنيه. شلون؟ قابلنا مقابله امنيه، عندنا اوامر اداريه، عندنا عقود موقعيها. صحيح. هاي الشغلات كلها ما معترف فيها. مو مقنعه. طبعا مو مقنعه. طيب. صراحه الخطوط الجويه خلال الاربع اشهر الاخيره نشوف انه احنا يعني مو بسبب انه احنا رواتبنا او شيء، لا، بس هذا يعني حتى موظفين الملاك اللي هم اللي صادقين حيلاحظون هذا الشيء كلش، يرجع لنا مستواها، مع علم هي تحصل ايراد كلش كبير للبلد. واضح، احنا حكينا بها قبل ايام، نعرف يعني الموضوع. ايراد الخطوط الجويه العراقيه كلش كبير، حتى احنا اللي طيب اكو معلومه قبل فتره سربت. طيب. اذا ممكن يعني نعم بقول لان وقت البرنامج احنا خلص عندنا. صحيح، بس هاي معلومه مهمه، يعني هي مصلحه بلد ترى، مو المصلحه. نعم لا اكيد اكيد صح. المعلومه انه منظمه اياسا على اساس انه هي سمحت للخطوط الجويه العراقيه ان ترجع تطير فوق اجواء اوروبا. هاي اللي احنا علينا منع. طيب. بسبب انه كان اكو، قالوا انه اكو تحسن اداري بالفتره اللي فاتت. بس هسه حاليا قالوا لا، انه هم رجع الحظر مره اخرى. طيب. هذا الحكي بالقريب، يعني هذا حكي قريب جدا يعني. نعم. لا ممكن قبل شهرين او ثلاثه. بس هذا ايضا القضيه. طيب. تاكدون منه. واحنا هاي هم القضيه يعني ما تعنيكم، هاي قضيه يعني وزاره، وهي هي المفروض هاي قضيه وطن، احنا يهمنا مصلحه بلدنا. صح. احنا شباب، احنا نعمل البلدنا. صح. هذا الشيء يهمنا. بس بنفس الوقت احنا املنا بكل اخلاص، المفروض انه يعطوكم حقوقكم، احنا هاي لازم نتفق عليها انه حقوق. المشكله انه احنا هسه حقوقنا. طيب. زين، احنا نريد نعرف احنا كموظفين احنا من راح ناخذها. صح. احنا
هسه يعني احنا نشكرك شكرا جزيلا لك ونعتذر لانه يعني خلص وقت البرنامج واخذنا اصلا يعني ايضا دقائق. احنا هذا صوتك وهذه المناشدات نرسلها الى مجلس الوزراء طالما انه وزاره النقل هي رمتها رمت الكره بمجلس الوزراء. ننتظر احنا مجلس الوزراء عسى ولعل يكون هناك متابعه للموضوع. هناك مواضيع اكيد كثيره ناخذها ان شاء الله بالحلقات الجايه وساعه 8 ان شاء الله انتظروا الشرقيه مع مفاجات جديده. ان شاء الله دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام في امان الله. اذا وصلناكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء.